والله تنزل معها ما طيب. تدري وين توقف. طيب الان انت قدام اثنين من الاجنبي. سم. وانت تقول انت ممثل. نعم. صح؟ وش شاركت في مسلسل؟ يعني بنعيد الكلام ذا. ابغاك تعلمنا. ابغاك تعلمنا. اعلمه ولا؟ المفروض يتكلم اللي قدام. لا انت تتكلم. انت تتكلم جنبي وحاط المايك اذني. المتسابق انا. انا متسابق. طيب يلا بسم الله. من غير مايك تعود على المايك. يلا روح. طيب انت مثلت مسلسل ولا نعم. وين؟ مثلت في احد القنوات. غير الموضوع قم خذ مايكك. لا لا لا. طيب انا ابغى المشهد اللي انت مثلته. جاي من العيد. شوف ابغى المشهد اللي انت مثلته وشو؟ المشهد بطولي؟ مو اي والله بطولي. ايش البطولة؟ كليت 17 تمر. طيب؟ الفصام بلعته يقول اطلع الفصام. طيب حلو؟ لانه كان المشهد انه بخيل مو بالوالد صدق. ايه. ولا الوالد الحمد لله كذا. ايه. وكليت من ذا التمر لين قد بطني حبر. حلو. ايه حلو. بعد والله مشيت ولا عد مثلت عقبه. طيب انت يعني تدخل ست رصيدك تتمثل؟ باذن الله. طيب ايش راح تمثل؟ ممكن تعطينا بروفا شوي؟ ان شاء الله في القناة. الان في القرية. لا الان. الان والله صراحة تعبوني كل شوي انا جالس عند. ما تعبت. والله تعبت. والله ما تعبت. اكيد. والله ما تعبت. معي. امثل معك. يلا قل. يلا عطنا. عطنا المشهد وش تبي المشهد؟ تمر. 3 2 1 اكشن. يا ود العقار ذا ابو انا ابوي ذا. وش ذا الابو لك شي طايع عقاره؟ انت خليك ابوي وانا العار. عشان خذك نفس دقيقة خليني بعطيك وضعية الشارع. اخوي ابو جالس ببيته. لا قصتي مثل قصتك. خلاص ايوه طاقية جالسين بالبيت. دقيقة وش ذا الابو يا ابو؟ جالسين بالبيت. لا انا ابوي بس غطرة حتى وانا في البيت. عاد ابو بالبيت مشخص. دقيقة بلمسني على قدام. انا ما ابغاه. العقار يحتاج. لا يلا 3 2 1 اكشن. وش ذا القصة؟ يا ولدي. وانت تدلك ثوبك ضيق برا على طول برا. ما سوى ولا حاجه. اساس ابهر. وش الطاقيه الزاح بالابو؟ انصحان حق. انا انصحني انت وليد انصحني. طاقيه والابو زاح. شوف احنا مو بعشان قصتك ما قصتك. احنا نبغى مشهد تمثيلي يعني ما كان ذا ما فيه ابد. يلا 3 2 بعيد ترى 3 2 1 اكشن. سوري والله هم اللي الحل والربط. والله انت خربت على نفسك. انت فسخ غترتي الله يهديك. فلو سمحت. لا لو سمحت فك باخذه مع البيت ذا. يعطيك العافيه شكرا لك. سويت شماغه كله. اي والله جميل. اي والله كمل ايوه خل بعدين طال عمرك. قاعد تعلمهم انت الان؟ لا ابغى يا سلام الرجال. ايش قال؟ عساك طيب. الحمد لله. وش السؤال؟ والله سيرتهم زينه ان شاء الله. لا وش السؤال اللي يسالك؟ هو يقول كيف اللجنه كيف؟ وانت ايش تقول؟ انت ايش تقول؟ ما عليك بس قول وانا معك. ها؟ روح تقوله؟ طيب تدري انه ممنوع؟ والله اللي اذا سويت لقاء ما تجي عند الناس ما سووا لقاء. لا ان شاء الله ما باذن الله باخذ مويه طال. والله انا قاعد والله اشوف ويعلمكم والله. يا احمد لا صلى الله محمد. اللي يطلع من اللجنه يجي هنا يسولف مع الشباب يعلمهم وش صار. لا اذكر الله يوم رجال علمني من السلام يوم سلم بس قلت السلام عليكم وعليكم السلام. انت طيب وش نسوي معه؟ والله طيب انت لو تعطي فرصه اني معلم انت ليش نديت؟ طيب طيب تنتظر برا؟ ابشر ابشر الله يبارك فيك. الله يعطيك العافية. لله. امسك المايك. لا ابيك تقرب شوي. اوكي. طيب ليش تعمل معاه في المدرسة ها؟ لا ابغاك كأنك داخل عند اللجنة، كأنك قدام. كأني داخل عند الرجال طلع وقال لي قلت لهم السلام عليكم. طيب مو مشكلة، انت قرب المايك. اوكي. انت أصلاً يعني قافط الكاميرا انت حلو لانه هذا شغال ومايك. طيب حلو. طيب مين مشكله انت الان قدام دخلت زد رصيدك تاهلت وقدام الكاميرات ايش راح تسوي؟ يلا انت لحالك الان. طيب تكفى بسالك انت السؤال نفسه. ايش جابك زد رصيدك اجل؟ اشوف وجهك وامشي. خلاص شفت وجهي. يلا السلامة. مع السلامه احمد. ترى تكلم صدق. انت الان قدام مايك قدام كاميرا. اوكي تقرب المايك اول شيء. بسم الله. ايش راح تسوي؟
طيب ممكن سؤالك توضح زياده؟ الحين قدامك كاميرا. السلام عليكم. انت هدفك زد رصيدك قدام الكاميرا. اوكي. والجمهور قاعد ينتظر منك شيء. جميل. ايش راح تسوي؟ ايش راح اسوي كيف؟ ما فهمت. بس بالله سؤالي واضح صح؟ بالله سؤالي واضح. سألتك بالله، الوعد يوم القيامة. سؤالي واضح؟ أبي واضح أنا. واضح ولا مو بواضح؟ إن شاء الله واضح. واضح ولا مو واضح؟ عندي سؤال؟ عندي سؤال. قاعدين يهوشوننا لأنه أصلاً أحس في مشكلة عندك. عندي أنا؟ إيه. مرتبك؟ لا والله. خايف؟ لا. علمني. صارك والله شوف بقول لك كلمة. ترى أنا جالس هنا. ماني مضطر إني أقولها. الخوف أنا متى أخاف؟ بعد عمر طويل إذا توفى أبوي. واحد من اهلي بس هنا ابدا اخاف. الله يطول بعمارهم جميعا. وانت عندك هدف وعندك اساس بتسويه تدخل برنامج. نعم. بس الى الان انت ما اقنعتني، والان ترى دورك عند اللجنه. نعم. يعني لازم تعلمني، لازم تقنعني قبل ما تدخل اللجنه. او ما انت ما نجحت معي فما اتوقع ما راح اطلع. ما اتوقع انك راح تنجح. خلص لقائك حبيبي احرجا. تسوي بشماغ ما ادري شو السالفه. والله لي مشكله بشماغ هذه. طيب تقدر تدخل بدون شماغ عادي؟ ايه سحب بشماغ. ترى قدام اللجنه لازم سوء علامه زي كذا. وشو مايك؟ لا لا اموره طيبه. طيبه لك نص ساعه احس في ربشه عندك. وش السالفه؟ والله ايش اسمه احد ما يشوفك ما يرتبش. ونص الماء راح والقهوه بعد قبلها. لا الرجال مرتبك صدق بقوه. طيب صارحنا. وش صارحك؟ صارحنا ايش اللي تحس جوا؟ والله ما ربك عادي تجي اول لقاء. طيب انا قدامي اول مقابله. السلبيه اللي فيك؟ لا والله ما سلبيه. وش ما في سلبيه؟ الطاقه السلبيه ما في سلبيه. كلها طاقات ايجابيه. هو طاقات ايجابيه. الطاقه السلبيه اللي نقصد بها الربكه الخوف اللي لا لا ان شاء الله ما لنا الخوف. ما لنا ان شاء الله. ادري الخوف مو بلك بس انت الان قاعد ترتبك من جوا. انا ابغاك تطلعه. ايه مزبوط. يومك صعد. ايه حط هذه الطاقة السلبية تقول طه. ايه يلا مرتين ثلاث اربع خلاص قضت والله. خلصت مرة. الله يوفقك. الله ما وياك بعد يعني. شكرا لك. زد رصيدك زد رصيدك. والان تو منين جاي؟ جاي من الشقة من البيت. الان بالشاليه منين جاي؟ جاي مع الباب. ايش كنت تسوي برا؟ جيت دخلت وسلمت على العيال ودخلت عليك. ايوه حلو. يعني تدري ايش راح يصير بعد شوي؟ ان شاء الله. وش راح يصير؟ مقابله معك وعند اللجنه مع العيال. ترى انا اسلم. من المقابله اسلم. انا جاي اسولف واصارحكم. خذ راحتك طال عمرك. اصارحكم بما هو اتي بعد قليل. تدري ايش راح يصير بعد شوي؟ ايش راح يصير؟ بينشف ريقك. ايوه. تحس بروعه. بيحشرون لك. ايوه. ما ابغى ازيد التوتر زياده عنك. ماني متوتر الحمد لله. وليش الريق ولا شيء؟ ما راح تعصب؟ وليش اعصب؟ وليش نرفز؟ ما راح يحشرونك؟ واثق من نفسي انا. وش الحشره له؟ طيب انا راح اشوف اللقاء حقك. خذ راحتك طال عمرك. وراح اسوي معاك لقاء بعد اللقاء حقك. خذ راحتك. متاكد؟ ان شاء الله. اتمنى ذلك. باذن الله. صامل؟ صامل. صارحم؟ خلاص وش صارحك بي؟ صارحم اذا فيك شيء علمني. يدانك ترجف. لا يدي ترجف. لا يدي لا ترجف ولا شيء. وانا واثق من نفسي. انا ما جيتك من هنا طال عمرك الا واثق من نفسي. وش انحشيت من اول وش؟ هادي طال عمرك. انا اعتبرني اخوك الصغير. انا جاي اقدم موهبه طال عمرك. وش انحشر منها؟ هادي الموهبه. الحمد لله شعر، مقدم، ممثل، اظهر على المسرح يعني من ايام الابتدائي، المتوسط، الجامعه، يعني عادي شيء. شلون يعني من ناحيه ايش؟ عندي قصائد. عندي قصائد. لا انشاديه لا. ودي اجرب والله الانشاد، احس اني ببدع فيه. بس ما انصحك تجرب قدام اللجنه. ليه؟ عادي. هذه هي تجربه طال عمرك. عادي بيقولون كويس الانشاد ولا عادي. انا عندي موهبه غيرها يعني ما وقفت على الانشاد. مجرد ما انصح. خذ راحتك اخو تفاجئ على الراس.